جديد مشاهدينا ومستمرين بفقراتنا وحوارنا الصباحي أيضا. لهذا اليوم راح نتحدث عن العادات والتقاليد بين الحقيقة والخيال. تعكس العادات والتقاليد ثقافة الشعوب، فلكل منطقة حتكون عندها عادات وتقاليد خاصة بها تختلف من منطقة إلى أخرى، وهناك فرق بين من يعرف هذه العادات والتقاليد وبين من يتبعها، فلربما ضاع الكثير منها في خضب الحياة الصعبة اللي يعيشها الأفراد في الدول المختلفة. نعم غصون، من المعروف أيضا أنه حديث الأهل عن أهم الأشياء اللي كانوا يتمسكون بها وإحنا تركناها بكل سهولة، يجعلنا نندم على أنه ما عشنا وياهم هذه اللحظات الجميلة اللي تركت أجمل الأفعال وأجمل الكلمات للحديث عنها. ومع ذلك بعض العادات والتقاليد والمعتقدات القديمة ما زال قسم من أهلنا يستعملونها ومتمسكين بها. والحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف الأستاذ الدكتورة شيماء عبد العزيز، اختصاص علم النفس التربوي، حتى تحكي لنا عن الموضوع أكثر ونقولها يسعد صباحك. صباح الخير عليك دكتورة. صباح العافية. صباح الخير عليكم وعلى هاي الوجوه الجميلة وعلى كل مشاهدي. تواجد ويانا يعني أكيد حيكون أجمل. بداية خلينا نفهم أو نشرح بعض المصطلحات أو المفاهيم. نعم. حتى ما يكون لبس فيها. نعم. المعتقدات أو التقاليد والعادات والمعتقدات، شنو الفرق بين كل مفهوم وشلون نميز بينها؟ نعم، حقيقة من المواضيع المهمة اللي قد احنا نمتثل إلها ولكن ما نعرف أسبابها. نعم. هي تكون متناقلة. نعم. تكون عن طريق الأجيال، يعني من أجيال الكبار إلى أجيال الصغار. نعم. قد تكون تراث، أساطير، قد تكون قصص. نعم. فنمتثل إلها فتنتقل من جيل إلى جيل، والجيل يتمسك بها لأن تناقلت له من أجيال أو رآها أمامه أو سمعها، فيبدي يمتثل إلها. من هالعادات من ضمن هالعادات حتى أفكار وكلمات ممكن أن تتناقل من جيل الكبار. أيضا الأمثال، الأمثال والقصص والحكم. نعم. والأفكار والقصص والأساطير، كلها هاي الأساطير الشعبية أحيانا الخيال ينقل من الجيل الكبار إلى جيل الصغار. فعلا. يعني ما تنمحي. نعم. تبدي ظل مستمرة. فمن لما نجي نفرق بين العادات والمعتقدات والتقاليد، أكيد أكو فرق بيناتها. العادات. نعم. هي أعمال نقوم بها ونكررها لفترات مستمرة تصبح عادة من عاداتنا، وتكون عادات إيجابية. نعم. وعادات سلبية ممكن. فعلا. أنا أعتاد على عادات أقوم بأعمال هي. نعم. مضرة إلي، مثل مثلا شرب السجائر. نعم. أجربها مرة مرتين يبدي يتكرر عندي، أعتاد عليها. فتصبح عادة من عاداتي. نعم. نقول له مضرة اتركها، يقول أعرف بس ما أقدر. بحيث تصير لسيقة بما يقدر يتركها. نعم. فهاي تكون عادات، هي أعمال أفعال نقوم بها. هاي العادات. التقاليد هي أشياء نلاحظها عند الآخرين ونمثلها بينا. نعم. فتصير تقاليد. نعم. نقلد الآخرين. فعلا. يعني مثلا نقلد الـ 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 الكبار أنه من يخلص صفر نكسر معون. فعلا. يعني مثل الموروثات الثقافيه او الكتب القديمه او المراجع. هي كلها موروثات بس ما نعرف شنو مصدرها. هي بالحقيقه هي متناقله، هي التراث والاساطير كلها تتناقل لنا. نعم. المعتقدات افكار. يعني اامن بها ومن انا صغير تكون هاي الافكار وتصبح معتقد يكون لسيق بي. ما اقدر من يصير في مرحله عمريه يعني في مرحله الشباب بعد ما من الصعوبه هذا المعتقد. نعم. اغيره عنده. فعلا انه هو ترسخ منذ الصغر. لاحظي اذا العادات افعال ممكن اقوم بها. يعني ممكن نصنف. نعم. مثلا الجمعه على فطور الصباح وسماع السيده فيروز الصبح من ضمن العادات. ممكن من ضمن العادات. وعلى فكره احنا ما معتاديها يعني كمجتمع عراقي. نعم. في حين المجتمع اللبناني معتادها يعني انه يصحى لازم يسمع فيروز. نعم. يعني احنا. نعم. مو كلش من عاداتنا. نعم. قد نكون احنا من عاداتنا انه نسمع القرآن من الصبح. فعلا. مو صح؟ طيب. نعم. اليوم تواجد هاي العادات والتقاليد المعتقدات شنو اهميتها اليوم بحياتنا او بمجتمعاتنا؟ لحظة، كل هاي هي اللي سيرنا. يعني بدون احيانا بدون وعي
احنا نصير ما نعرف وما تقتصر عند مستوى مثلا مستوى ثقافي معين انه هو معتاد انه هو مستوى احيانا يصل الى اعلى المراتب بس يامن ايمان مطلق بهاي العادات والتقاليد والافكار والمعتقدات واحيانا تكون غير صادقه يعني هاي الافكار والمعتقدات غير حقيقيه غير صادقه لكن عنده ايمان مطلق بيها بحيث تسير حياته في حين انه في نفس الوقت انه هاي العادات والتقاليد اللي يؤمن بها الانسان هي تكون معارضه للحقيقه يعني للعلم يعني بس هي يقولوا ان هي هاي عادات وتقاليد ان احنا من نرجع الى اسبابها يعني احنا نؤمن بها بس ما نرجع الى اسبابها الحقيقيه لما نرجع الى اسبابها الحقيقيه نلاقيها هي معارضه للعلم وللحقيقه لكن امنا بها وسيرت حياتنا حتى قراءه الفنجان حتى الابراج تسير حياتنا فعلا من يؤمن بها الانسان ايمان مطلق احيانا بعض الاشخاص ما يطلع اذا ما يقرا البرج فعلا مو يحس انه هي هاي مسيره يوم اليوم وايضا بها ايجابي وبسلبي يعني الابراج اللي تطيش تفاؤل مثلا راح تحصلين على مكافاه نهايه الاسبوع انت ايش وقت قريتيها بدايه الاسبوع فرح تظلين نشطه وتنتظرين المكافاه حتى لو لم تكن هناك مكافاه فعلا. طيب حضرتك قبل قليل تحدثتي انه بعض هذه العادات والتقاليد اذا ما نعمم ونقول كلها ترجع على اساطير وامور قديمه يمكن حتى نجهل مصدرها طيب اذا نريد نرجعها اكو بها شيء حقيقي منو اللي صنعها نقدر نعرف تاريخها لاحظي كل هاي الموروثات ما تنتهي يعني كل شعب من الشعوب الى 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 موروثاته والى عاداته والى اللي امن بها ما نامن به احنا هنا ما يامن به المجتمع الاخر قد يكون نفس المجتمع عربي بس ما يامن بهاي يكون خاص واكو ايمان بهاي العادات والتقاليد تكون عالميه مثلا رقم 13 عالميا احيانا اكو دول ما تحط طويله انه يتشائمون منها مثلا البومه احنا نتشائم منها في حين في دول هي علامه للتفاؤل ورمز للتفاؤل والامل عندهم لاحظوا اذا احنا ما نامن من احنا جتي انه احنا ما نامن بها او نتشائم منها من الموروثات من نتناقل لاحظي وجه البومه شنطينا انطباع انه البومه هي وجهها مو كائن بشر كائن مو مبشر بخير مو في حين مجتمعات اخرى لا تتفائل اذا اكو اختلاف اكو اختلاف من مجتمع لاخر من منطقه لاخرى طيب دكتور احنا حنفتح الاتصالات حتكون مفتوحه اللي حاب يتصل ويشارك بحوارنا لهذا اليوم نريد نعرف شنو هي العادات والتقاليد اللي ممكن يتبعها او يامن بها او خلينا نقول الامثال الشعبيه اللي ممكن يحس انه هو يسير على خطاها اكيد ضيفتنا لهذا اليوم وياكم حيكون الحوار ممتع طيب اريد اسالك دكتوره انه بعض البيوت انه يتامنون مثلا انه هي حكه اليد اليمنى او حكه الخد كلها هي حتكون تدل على هذه يعني شو تدل انه هذه الافعال مثلا يقول ايدي حكتني اليوم انه مثلا حيجيني رزق او حستلم مبلغ من المال طيب اريد نعرف انه هذه انه هي حقيقه ولا ممكن انه هي تصير صدفه يعني مجرد ما اليوم حكيت ايدي استلم فلوس انه خلاص انه اكو فرق بين حكيت الايد اليمنى وايد اليسرى وحتى القدم حتى القدم اليسرى ذكروني او هيك شيء ذكروك بسوء او بحس اليمنى بحسن واليسرى بسوء فعلا حتى اكو مقولات يقولوها اذا حكيت اكيد اليمنى قول فلان شيء طيب هاي شنو اليوم اللي هي حقيقه ولا مجرد صدفه؟ لا هي هاي اللي احنا نريد نوضحها للناس انه هي هاي الافكار الغير حقيقيه، الافكار اللا عقلانيه، الغير صادقه اللي نؤمن بها بدون ما نرجع الى اسبابها الحقيقيه العلميه لما نرجع اذا نريد نبحث بها نلقى لها ما الها صحه يعني احنا دل امن بشيء ما الها صحه يعني شنو حكت الايد واستلمت فلوس ما الها ربط فعلا. لكن احنا كليتنا بما فيهم من متحدثه من تحك نظل على امل انه اليوم يا اما ننطي او ناخذ مو بحيث حتى اذا يريد ينطي من ايده اليسرى ما اعرف اليمنى ما اعرف يعني هي تصدق اليسرى تطير واليمنى تاخذين يعني حضرتك مع علمك الكامل بانه هذه مو حقيقه لكن انت يعني تؤمنين بها نوعا ما
كليتنا نؤمن بأفكار غير يعني كل كل واحد عنده أفكار هي غير لو يرجع إلها إلى حقيقتها العلمية يبحث بمستند علمي ما إلها صح ما إلها صح. وعلى فكرة مو مجال واحد بكل المجالات بمجال الصحة يعني مثلا ما تأخذين تقول لا أنا ما أخذ هذا الدواء أخذ من أو ما أروح لهذا الطبيب أروح من أروح أتمرض بالزايد حالة نفسية لا يؤمن إنه هذا شر وهذا خير هذا هذا الدواء ما أكل مثلا سمك وحط يمه لبن مو مع العلم احنا مجربيها اكثر مره يعني ما ياثر شيء لا وثبتت البحوث الطبيه الصحيه انه من اصح انه اقتران السمك ويا اللبن فعلا. في حين احنا كليتنا نقول لا نصير بهق في حين هو المرض البهق هو نقص مناعه مناعه وزوال التصبغ يعني هسه عيني رمشت ما حيصير وياي شيء ما حلو نقول له عيني رفت ما حلو رمشة الآن هي إذا أكو مشكلة أو أكو إذا أكو مشكلة هي هي ضعف بالتعب بالعصب مال الجفن فيبدي يتحرك به نتيجة التركيز أو لاحظي هذا بالمجال الدراسة أحيانا وهاي إحنا نتناقلها مثلا الأم تعطيها الابن لابنه لا لا تبدل هذا القلم طول فترة الامتحان يعني من تبدله ما تجاوب فعلا أو لا تنزع هذا القميص من تبدله ما راح تجاوب شوف ايش دن علمه دن علمه انه هاي اكو افكار تؤمن بيها وبالتالي حيتوارثوها وراح يتوارثها وش تلعب بيها الصدفه تلعب دور هي هذا سؤالي انه يصير صدفه ويقتنع انه خلص الصدفه تلعب تثبت هاي ودائما الصدفه تضبط ويا هيك مواضيع بحيث تخلي صدفتك فعلا نقتنع وتثبت تثبت وترسخ في في افكارنا نعم. مثلا صفر نقول نقول روح اكسر برا اشمر معون بس صدفه يعني بشهر صفر حتى اذا ما انت كسرتي هو حينكسر هذه الصدفه اللي بدنا نحكي على اساس انه شهر صفر هو نحس نحس في حين هي احنا لو نرجع انه الاشهر الهجريه هي اشهر رب العالمين كل قال بها خير وقال بها ما فضل شهر على شهر لاحظي اذا من رجعنا للسبب لقيناه مناقض لافكارنا نعم لكن احنا شنو امنا بها آمن. شفنا جيران واحد نشائم منا اعور انا عنده بها خلق ما نطلع اليوم اليوم كله متشائم سمعنا حس الاغراب قلنا اليوم اللي الله اللي يستر من هاليوم اذا هاي كلها افكار تمام بيها ايجابيه وبيها سلبيه لكن احنا دائما شعوبنا تميل للسلبيه يعني للتشاؤم اكثر من التفاؤل طيب اكو سؤال كلش مهم خاصه بوضعنا الحالي بتقدم التكنولوجيا وبنفس الوقت احنا نصنف كمجتمع عشائري ملتزمه بعاداتها وتقاليدها كل مجتمع له عادات وتقاليده كلهم حتى الغرب العادات والتقاليد ملتزم بها نعم. بس الدراسات ثبتت انه هذه العادات والتقاليد ما ممكن تتضارب مع التطور التكنولوجي والتقدم اللي ممكن يصير نعم. احنا عندنا بالمجتمع هنا لا ممكن يصير العكس مع انه شيخ عشيره ممكن كلش تلاقين شال بيده تليفون شلون توضحين هذه النقطه لحظه الحداثه والتطور والتكنولوجيا انفرض على كل المجتمعات بما بهم بما فيهم مجتمعنا يعني ودخل دخلت التكنولوجيا دخلت في وقت يعني كانت الفوضى تعم المجتمع ودخلت من اوسع ولا يمكن اني الان اجي اقول له بالله لا تتصل بالموبايل هذا الموبايل ما يليق بيك انت ما له علاقه مو يقول لي انت ايش تحكي العالم وين وصل في حين هو شيخ عشيرة يحكم ويعطي أوامر هاي كليتها هذا التكنولوجيا انفرضت ودخلت أيضا في تنشئة وتربية الأجيال يعني ما اقتصرت الآن التربية على الأم والأب دخلت التكنولوجيا أكثر تأثر فكيف أني أنه هاي التكنولوجيا أكون أني أقوى منها مؤثر في الآخر وكيف أفرض عاداتي وتقاليدي بحيث ما يجي ابني انت لا تحكي لابو لا تقول لي مو بيريد تنمحي هاي العادات كيف اكون اني القدوه القويه اللي انقل العادات الايجابيه بسلوك ابنائنا فعلا طيب دكتوره اسالك اكو دائما بيوت من تبجين الدخلي لها انه هي خلينا نقول بالباب بالعتبه يحطون انه هاي القطع الزرقاء انه هي ترمز للعين او سبع عيون
اريد نعرف شنو قصه هذا المعتقد، يعني ليش انه هي مثلا سبع عيون وخصوها انه هذا الشيء انه هو للحسد ولونه لازم وأزرق. الازرق التركواز انه هو يبعد نعم. العين نعم. هذا من الحضاره السومريه تناقلناها نعم. يعني كانت كلها اقواس ودوائر وثقوب ولون، كان كل بنائهم اللون حتى نعم. يطرد الارواح الشريره من فتناقلناها. لاحظوا شلون من يا زمن لحد الان احنا نحمل، حتى اذا ما هاي نحمل السبع عيون ونحمل اللون الازرق المحبس فعلا يدورون هاي الالوان نعم. تشوفين بيبياتنا اجدادنا محابسهم يعني كبار نعم. السن والازرق نعم. وهاي يبعد العين ما تجي تصير على انه هناك اعتقاد انه الحسد ياتي من شراره من العين كهرومي مغناطيسيه تؤدي الى انه يحطم اللي امامه لا. فعلا حتى الشخص فشي يسوون يلبسون هاي الزرقه تبعد هاي تصير هنا عليها فتشوفين يعني اكو ايمان بهذا المعتقد انه هي فعلا هي هاي حتى تدق على الخشب ودق على الخشب نعم. هاي المعتقدات احنا توارثناها بس ما نعرف صحتها لما نجي نبحث بحقيقة نلقيها ما لها صحة نعم. طيب حضرتك ببداية حوارنا وضحتي وفرقتي بمفاهيم العادات والتقاليد والمعتقدات وشرحتي كل واحد نعم. بعدين ذكرتي أن العادات والتقاليد ممكن تتجه جانب إيجابي وممكن تأخذ نعم. هي معنياها محدد لكن بعض المجتمعات تفسرها حسب اللي تريده، وقلت أنه إحنا دائما نأخذها بالجانب السلبي مثل البومة نعم. والمعتقدات مثل ما ذكرت أنه هي ما ممكن تتغير. طيب بمجتمعنا اللي ينظر للبومة على أنه هي نحس ممكن نقدر نغير يعني بموضوع معين أو بنقطة معينة نغير هالمعتقدات اللي عندهم دا يقولوا أنه البومة لا البومة مش نحس نعم. لاحظي المعتقد يكون راسخ يعني توارث من أجيال الأجيال يعني ما ممكن تغييره من الصغار أنت فاتحة عينك قولي اسم الله من تشوفين بومة من تشوفين فعلا مو فأنت رسخت عندك أصبح معتقد يعني صعوبة أجي أغيره فعلا إلا بدليل قاطع أنه هذا شوف مثلا فلان دولة ليش أني أؤمن أنه هي شيء نحس ليش هذا المجتمع أنه هو حاطه للتفاؤل وللفرح وللقوة حاطي فهنا لازم أني أقدم الدليل اللي ينفي هذا المعتقد الآن الدليل بمجتمعنا ما حد يكون الإيمان مطلق به طالما ترسخ بهم حتى وإن كان موجود الدليل يبقون يذكرون له بالقدم كان فلان شيء يرمز لفلان شغلة يعني ما يعني يصدقون خلينا نقول إنه هذه البومة هي مجرد نوع من أنواع الطيور أو يعني ما لها أي علاقة إنه هو بالنحس أو بأي شيء صادفهم خلال اليوم. طيب أريد أسألك إنه دائما الأمثال أيضا الأمثال الشعبية لا. تعتبر من العادات والتقاليد هي لحد هسه موجودة ويانا نعم. حاضرة دائما نشوف انه من صرفة موقف يقول له على رأيي المثل انه هي شغلة نريد نعرف انه هذا المثل انه اليوم هو يعني بها فد قصص وحكم تكون هادفة فعلا يعني جدا مؤثرة بين الامثال الامثال الشعبية لان هي شنو الامثال هي مواقف قاموا بها اشخاص واصبحت حقيقة عبر فتناقلناها يعني لكل مثل نعم. إلى موقف يعني إلى قصة إلى, إلى, إلى جانب من الحقيقة وأكو أمثال لا مو حقيقية متوارثة بس لما نبحث عنها هي مو من يعني ممكن أن تكون خيالية لكن آمنا بها لأن تناقلناها ونضربها في كلامنا نعم. لهذا ايش قلنا على الامثال تضرب ولا تقاس نعم. يعني احنا نضربها بالموقف اللي يكون ملائم للمثل لكن ما اجي اقيس انه المثل قال هيك لازم اطبقه نعم. بعض الاشخاص يقول لك لا هاي الامثال صحيحه والا ما مستمره لحد الان نعم. فتاثر في شخصياتنا وفي سلوكياتنا وفي تعاملنا مع الاخرين نعم. طيب على يعني كوم حجار ولا هذا الجار فعلا مو من يتعاركون يقول صدق المثل يقول كوم حجار ولا هذا الجار فعلا مو طيب على موضوع الامثال بعض الامثال ومثل ما ذكرت حضرتك ومثل ما متعرف عليها انه امثال حثت حقيقه يعني لسبب معين او لحقيقه معينه تقدرين تنطينا مثل او القصه اللي ترافق هذا المثل وبنفس الوقت المثل اللي انت تؤمنين به
او انت تستخدمينه هواي بمعنى اصح؟ استخدمه انا بالحقيقه اتقي شر من احسنت اليه. نعم. يعني ما اعرف الطبيعه البشريه صعب الوصول فعلا. الها يعني ايش قد ما تصعبي انت واضحه ايش قد ما هو يعطيك العكس المقابل انه سوء الظن بيك فايش قد ما تطين هو دي فامن بهذا المثل ما اعرف يعني اني اتقي شر من احسنت اليه. اذا مشاهدينا الكرام مكملين وياك دكتوره شيماء ومستمرين وياكم بس نروح لهذا الفاصل وراجعين سويه. من جديد مشاهدينا مع دكتورة شيماء لحوارنا لهذا اليوم ده يتحدث عن العادات والتقاليد والمعتقدات بين الحقيقة والخيال وأكيد إحنا حنكمل من حوارنا لهذا اليوم. دكتورة أريد أسألك إنه دائما ذكرتي إنه إحنا مجرد ما نسمعهن الأقوال أو الأمثال الشعبية لكن مو إنه هي فعلا إنه يتوارثوها من أجيال أجيال لكن ما يؤمنون بها إنه مجرد ما يصير موقف قدام البشر. إن هو مجرد ذكر له مثل شعبي. أريد أسألك إن اليوم هاي الأقوال والمعتقدات والتقاليد اليوم مختلفة من شعب لشعب أو من مجتمع لمجتمع. شنو خلينا نقول أكثر المعتقدات إنه هي مشتركة تقريبا بين خلينا نقول أكثر المجتمعات. لحظة، إحنا لكل مجتمع له خصوصيته. نعم. لهذا إلى عاداته وتقاليده الخاصة به. حتى داخل المجتمع الواحد أكو مجتمعات فرعية لها عاداتها وتقاليدها. مثلا المجتمع في الشمال في شمال العراق يختلف عاداته وتقاليده عن الوسط والجنوب، كذلك مجتمع الجنوب يختلف عن عاداتهم وتقاليدهم عن عادات الوسط والشمال. فعلا لهذا يعني اكو شيء عام واكو خصوصيه ما يؤمنون به قد ما يؤمن به اخر. نعم. هاي العاميه بالمجتمع هي المشتركه، هاي المشتركه اللي تكون في هذا المجتمع قد ما يؤمن به مجتمع اخر تكون خاصه به، مثل ما قلنا يعني مثلا البومه المجتمع العراقي كله يشاءم. نعم. الصوت الاغراب في حين مجتمعات اخرى رقم 13 احنا قد تكون ما عندنا هالقد التاثير بقدر المجتمعات الاخرى. نعم. تاثر الغربيه. نعم. حتى يحذفوه من 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 الايام ومن يعني عالميا حتى ما يسجلوه لا بالمصعد لا بال لان انه مش شامين منه. لاحظي هاي اللي تكون عامه وتكون اكو خصوصيات بضمن اشخاص انه رقم 13 ممكن يكون هو رقم الحظ لهم الحظ مثل ما توضح الابراج انه رقم 13 في مجتمعاتنا اللي احنا ما عندنا هذا الايمان بهذا الرقم. نعم. يعني في حين المجتمعات الاخرى نهائيا كل افرادها يؤمنون انه هذا رقم او يوم متشائم. نعم. طيب دكتوره شيماء خلينا نتفق على انه كثير من الاراء والمعتقدات الناس تمارسها لكن تجهل معناها شنو. من هذه الاراء والمعتقدات هو رمي الماء وراء الشخص المسافر وعن طريق المزحه والسخريه رمي صباح اصوات همينه ممكن. نعم. شو تفسير هذه النقطه؟ نعم هي هاي الموروثات يعني اللي متناقله وما لها حتى يرجع حتى ما تطول غيبته او ما بعد ما يرجع. نعم. فيرمون خلف هاي في مجتمعاتنا يعني مجتمعات الاخرى يمكن تضحك انه هاي ايش يسوون ما يعرفون شنو لكن احنا موروثنا خلانا ما علاقه المي برجوع المسافر او اللي رايح انه هو يقول انه فال خير انه من واحد يسافر معتقد وراء ماي من ترجعين ماكو ربط علميا ماكو ربط. إذا احنا نؤمن بأفكار ومعتقدات منافية للتفكير العلمي يعني من نرجع لأسبابها العلمية ما لها صحة ماكو ربط. طيب إذا حددنا نسبة مئوية إذا حددنا نسبة مئوية بالوقت الحالي ومثل ما ذكرنا بهذا التقدم ايش قد ممكن من الشعب العراقي بعد ما تمسك بهذه العادات والتقاليد البسيطة مثل رمي الماء أو العين الزرقاء أو هذه الأمور؟ لا لحد الآن متمسكين بها. لاحظي هاي الموروثات تكون جدا مؤثرة وقوية ما تنمحي بسهولة يعني ويحاولون أن يتناقلوها للأجيال الأخرى لكن احنا دائما أنا من أكد أقول خل تجينا الموروثات الجيدة الصحيحة الإيجابية ليش تتناقل لي موروثات تأثر بنفسيتي وتأثر أحيانا تؤدي إلى الوفاة يعني بسبب أنه إيمانهم أنه لازم خاصة بالجانب الصحي هو موروث خاطئ يعني مفروض أغادره أكو طبيب أكو
تطور بالعلم، اكو نعم. تطور يعني هذه المعتقدات ممكن تاثر سلبيا على الانسان او على الشخص؟ طبعا ممكن على حياته بشكل عام، يعني نعم. المعتقد ممكن ياثر على حياته اذا يمتنع حتى يروح للطبيب. هذه ما امن بالطبيب، اامن مثلا اروح عند شيخ او اروح عند لا شاب او اروح مو كل واحد من وجهه نظره انه يشوف الشيء اللي يامن به يامن به بحيث يعني يسير حياته. احنا نقدر نقول هذا الجيل، خلينا نقول جيل نعم. التكنولوجيا وهذا الجيل الحديث ممكن ما يامنوا 100% مثل ما امهات قبل، انه هم لا يعني متزمتين بالراي انه خلص من تسوي فلان شغله حتصيبك عين او حتسوي فلان شيء، لازم تسوي فلان معتقد فلان تقاليد، احنا هاي عاداتنا تربينا عليها. فاذا كل هذه التقاليد والمعتقدات اريد اسالك انه خلينا نقول شنو اكثر معتقد او تقاليد ممكن انه هي تكون بها تميز او طرفه؟ لحظه يعني تقولين انه هذا الجيل الجديد، حتى الجيل الجديد يامنون بس ما اعتقد هذه النسبه على قد ما نوصل مرحله من العلم والوعي، واحنا جيل التسعينات مثل ما يقولون جيل الالفينات بعدنا متمسكين وما يرتبط بمرحله عمريه زرقاء كلش طبيعي، وطفل يقول لك لا ما غير القلم او ما غير قميصي فانا خير علي، فانا بعد في مجال اللي هو يحس انه هو راح يكون حياته، هذا الدراسة والنجاح والهاي كل من بيأثر بمجال بالمجال اللي يكون قريب إليه يعني يحدد مصيره أو يحدد مستقبله، فيكون إيمانه بهاي الأشياء أقوى يعني يتمسك بيها. تمام. طيب ما تظنين أنه في يوم ممكن تختفي هذه العادات أو التقاليد؟ أبدا ما تختفي، بدليل إحنا لحد الآن نلبس العين الزرقاء ونلبس مو ندور انه هاي، وعلى فكره هسه كلها رجعت يعني كل الاكسسوارات هي عباره عن عيون وعباره عن هاي الثقوب فعلا اي محل اكسسوارات كلها زرقاء وهي لطرد الارواح الشريره او لبعد الحسد والعين عن الانسان. نعم. لهذا ما تختفي لقوتها يعني لقوتها وتأثيرها وتماسها بحياتنا، يعني نعم. لها تماس مباشر بحياتنا وبقائنا وتقدمنا. نعم. طيب بالنسبة لأطفالنا، الأطفال بنات المستقبل وهم يبدأ الغد بهم وهذه الأمور، تنصحين أنه ننقلهم هذه العادات والتقاليد نعلمها إلهم؟ وشنو العادات والتقاليد بالضبط اللي لازم ننقلها إلهم والعادات اللي لا تكون خطأ إذا نقلناها؟ نعم أحسنتي، يعني هذا السؤال جدا مهم، لأن هاي العادات والتقاليد تنتقل عبر الأجيال من الجيل الكبير إلى الجيل الصغير. يعني علينا الأم والأب أن تنتبه بنقل هاي العادات والتقاليد. نعم. ما انقل له، ما اخلي اعلم ابني على التفكير السلبي اللا عقلاني ويؤمن به، دائما اعلمه على التفكير العلمي انه ما يتقبل الاشياء جاهزه. يعني انا من اجي اقول لك ايش تقولي لي؟ لا انا اروح ابحث عنها مستند علمي يثبت انه اشوف يجوز ما تلائمني، يجوز هي ما لها صحه. يبحث عن الاسباب، اعلم ابني ما يتلقى شيء جاهز. نعم. دائما احنا طبيعتنا البشريه تميل الى التفكير الجاهز، انه ممكن التفكير نقول احنا كسل فكري، المعلومه اللي متواجده قدامنا اريدها جاهزه صح غلط انا اخذها واتمثل بها. نعم. ما ابحث عن مسبباتها. هنا الام والاب يبتعدون بنقل العادات والتقاليد الخاطئه، تمسك بالقلم، لا تنزع قميصك، مثلا ما وديك طبيبة يعني لان هاي راح يصير هي هذه شخصيته وهاي طريقة تفكيره. طيب نعم. اذا نصنف عاداتنا وتقاليدنا كمجتمع عراقي اغلبها مرتبطة ب يعني خلينا نقول 80-90% هي سلبية، معناها ما حنعلم ابنائنا اراء ومعتقدات، وبنفس الوقت مو شرط التعلم، يعني مثلا يشوف والده او جده او ببيته مثلا تمارس او سوى هو خلص تعلمها، هي هاي هي شلون تنقل، لازم يواجهها، لازم يعني احنا يعني الموضوع ما حيسيطر عليه تماما. لهذا احنا نقول يعني الابناء لا تتركوهم التربيه دائما مع الكبار كلش، يعني مع الجد، احيانا المتزوجين ينشغلون ويتركون ابنائهم انه الجد والبيبيه هي تربي، فتنقل لهم كل العادات والتقاليد القديمه اللي قد تكون بها خاطئه. نعم. حتى وان ما نقلناها تلقين انه الجده لما الاحفاد تحكي لهم طبعا الاجداد عندهم لذه بنقل موروث الاساطير او القصص الخرافيه اللي بيها السعلوه
حتى حتى ينامون فشفتي يكون يتساءلون موجوده بالواقع. لحظه لحد الان انتم في داخلكم خوف من نقول سعلوه مو لان انتم من جتكم يعني متوارثيها. نعم توارثتوها من خلال سماعكم للقصص الكبار فعلا ذكرت قبل قليل حتى احنا جيل التسعينات وحتى جيل الالفينات وهذا التقدم والعلم والبحث عن الحقيقه والجوجل مثل ما يقولون عمنا الجوجل موجود نبحث عنه عن كل شيء بس مع ذلك بعدنا متمسكين وبامور وبعدنا نخاف من امور ونقول لا هذه فالها شر علينا مع انه نعرف هي مغلوطه بس خلص انطبعت بينا. نعم لهذا نقول انه احنا من امن بكل العادات والتقاليد لان بها صحيحه وبها خاطئة تأثر على وبها حياتنا. طاقة إيجابية أكيد وبها طاقة أكيد. دكتورة شيماء أنت اليوم نورتينا وإحنا شاكرين تواجدك اليوم ويانا نشكر على كل هذه جدا النصائح اللي قدمتيها واللي ممكن الشخص يواجهها بحياته حتى نزرع الطاقة الإيجابية. إحنا مرة طاقة سلبية تصير بسبب مثل شعبي بهذا الحوار. نعم أو بسبب مقولة أو بسبب شيء إنه ممكن نعم. هو يتناقله عبر الإيجاب. شكرا لك دكتورة. شكرا شكرا نورتينا وسعيدة اليوم أنا وياك. شكرا لحضورك. نعم.